واحده برضو من البارامترز اللي مهمه جدا اللي احنا برضو لازم نبقى عارفينها لان موجوده في كل مكان ام ار اي، اللي هي التي اي او الايكو تايم او التايم تو ايكو، ممكن نسميها كده، او هي مشهوره اكتر ايكو تايم. فالايكو تايم ده هو عباره عن ايه؟ انا دلوقتي عملت فليبنج للماجنتايزيشن بتاعي، خليت له كومبوننت في اتجاه الايه؟ في اتجاه الاكس واي. انا دلوقتي هقيس امتى بقى؟ التي اي بتقول لي من ساعه ما انا شلت، من ساعه ما انا شلت الار اف بالس بتاعتي اللي هو الوقت ده تي بتساوي زيرو، انا هاخد السيجنال بتاعتي فين؟ اوكي؟ ممكن انا اخدها على طول عند تي بتساوي زيرو، يبقى ساعتها تي اي بتساوي زيرو، او ممكن ان انا اخدها بعد شويه يبقى هنا مثلا واخد السيجنال تبقى هنا كده. اوكي؟ طبعا احنا بنتكلم على احنا بنعمل سامبلنج للايه؟ الاف اي دي بتاعتنا. اوكي؟ السيجنال بتاعتنا اللي هي اللي هو الفري اندكشن ديكي. طبعا ممكن احنا نتخيل كلنا ان احنا محتاجين ان احنا نعمل سامبلنج في النقطه دي. اوكي؟ علشان السيجنال تبقى اكبر ما يمكن، وده الحقيقه يعني تفكير وجيه. بس النقطه ان احنا برضو عندنا هنلاحظ ان السيجنال بتاعتنا هي عباره عن ام نوت اي تو ذا ماينس تي اي على تي 2 ستار. يبقى معنى كده لو انا حطيت دي بتساوي زيرو، يبقى انا شلت الجزء اللي له علاقه بالتي 2 ستار ده خالص، يبقى السيجنال بتاعتي بقى بتساوي ام نوت. لو انا عايز اخلي تي 2 ستار دوت يغير لي في الكونتراست او يجيب لي كونتراست مختلف بين تيشو التي 2 ستار بتاعته قليله وواحد تاني تي 2 ستار بتاعته كبيره، يبقى معنى كده عايز اخد تي اي دي برقم، اخدها مثلا حاجه برقم كبير شويه عشان يبقى تي 2 ستار موجود عندي في الايكويشن. يبقى يطلع لي ساعتها السيجنال بتاعتي اللي جاي لي من تيشو تبقى معتمده على قيمه التي 2 ستار بتاع التيشو دوت، ما تبقاش بس الام نوت، ما يبقاش عدد ذرات الهيدروجين بس اللي موجوده يبقى هو اللي مؤثر بالنسبه لي، لا، يبقى في تي 2 ستار كمان تبقى داخله. يبقى معنى كده ان انا ممكن بالشكل دوت حسب اختيار الايكو تايم بتاعي تي اي بقدر احدد اذا كان هيبقى في عندي كونتراست جاي لي نتيجه لتي 2 ستار ولا ما فيش. اوكي؟ من الواضح هنا لو انا خليت التي اي صغيره قوي يبقى معنى كده انا بشيل اي حاجه لها علاقه بتي 2 ستار كونتراست خالص او تي 2 كونتراست كمان. اوكي؟ لو خليت التي اي كبيره يبقى معنى كده انا بدخل كونتراست بتاع تي 2 او بتاع تي 2 ستار.